watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي، حلقة اليوم عن مدينة عربية حلم كتار من الناس يسكنوا فيها أو يزوروها. حبيبي، ويلكم تو دبي. منبلش حلقتنا من دبي فريم يلي بيطل على دبي القديمة من ميل ودبي الجديدة من ميل تاني. الفريم بحد ذاته ضخامته ولونه الذهبي بميزوه من الخارج، بس وقت تفوتوا على قلبه وتطلعوا على آخر طابق وتمشوا على الزجاج بتلاقوا إشياء كتير أحلى، وفيكن تطلعوا من ميل تشوفوا دبي القديمة ومن ميل تاني تشوفوا دبي الجديدة وتشوفوا الفرق بيناتهم وتشوفوا قديه هالميل البنيات واطيين وعندكن بيوت، ومن تاني ميل بنيات طوال وكله هاي رايز. أكيد ما فينا نجي على دبي وما نشوف أطول برج بالعالم، برج خليفة، وما نفوت على أكبر مول بالعالم، دبي مول. فيكن تطلعوا على الطابق 125 وتشوفوا المنظر من فوق، وإذا بتخافوا من العلو مش ضروري تطلعوا على البرج، بس فيكن تتفرجوا عليه من تحت وتحضروا الشوز يلي بيصيروا، يلي هن بيصيروا كل نص ساعة من الساعة 6. هلا أكيد لازم تفوتوا على دبي مول وتشوفوا كل شيء عم بيصير بالمول وكل غرض انتو عايزينه بالمول، لانه حتلاقوا كل شيء انتو عايزينه، يعني literally from A to Z.
واكيد من بعد ما تخلصوا لازم تروحوا على البولفار تتمشوا، في عندكم مطاعم، عندكم كوفي شوبس فيكم تقعدوا فيهم كثير حلوين. بس انا الهيدن جام لكم شوي اليوم هي عندكم مطعم اسمه تريفيلز. انا من اكثر المطاعم يلي بحبهم وليتلي تعرفت عليهم. اذا بتحبوا الجابانيز لازم تروحوا على هذا المطعم وتتعرفوا على اكلهم الكثير طيب، صدقوني ما راح تخسروا. من بعد تريفيلز كمان حب اخدكن على منطقة انا كتير بحبها شخصيا، هي السيف. منطقة دبي القديمة ترممت وحافظت على الطابع القديم، فيها مطاعم وكوفي شوبس وهوتيلز كله بالطابع القديم. ما تنسوا تبرموا منيح وتروحوا على قاطع الطريق على ديزاين بارت وتشوفوا الرسم على الحيطان والجاليريز اللي بتصير هناك. في كتير اشياء تعملوها بدبي اذا حبين، او فيكن كمان تروحوا على منطقة تانية انا بحبها هي The Palm، تحديدا على The Point يلي بطل على أتلانتس ومليان مطاعم ومحلات تجارية. إذا حابين شيء مختلف أروى، عندي محل لكم اسمه كورتيارد، فيه كوفي شوب وعنده اندور واوتدور، وحتى فيكم تقعدوا بالكافيه وفيكم تتمشوا حواليها، في عندكم شوية شوبس، يعني هن يوجولي أكثر بوب أب ستورز. Thank you.
نهار جديد وليلي بحب البحر يروح على كايت بيتش. بس أنا عندي هيك محل كتير مهضوم حد كايت بيتش اسمه السوق، فيكن تروحوا تقعدوا هونيك، عنده مطاعم تتفرجوا على السانسيت أو تتغدوا أو تتعشوا إذا أنتوا حابين. من بعد رح أخذكم على منطقتي المفضلة، هي مدينة جميرة. أنا من أحلى المناطق بالنسبة لإلي مدينة جميرة. فيكن تتمشوا بالسوق، فيكن تقعدوا بالمطاعم الموجودة هونيك، في عندكم مطاعم من كاجوال لفاين داينينج، أنتوا حسب أنتوا شو بتحبوا وشو ذوقكم. Next stop هي JBR/Blue Waters. منطقتين بيطلوا على بعض وبيربطهم جسر، فيكن تروحوا مشي أو تاخذوا الجولف كار وتنتقلوا من هيدا المنطقة لهيدا المنطقة. بجي بي آر عندكن البيتش يلي بحبوا أكيد يتسبحوا، وفي كتير مطاعم وكتير كوفي شوبس. أما ببلو ووترز فكمان عندكن مطاعم وكوفي شوبس، بس بميزها هي عين دبي. إذا بتحبوا تطلعوا على العين تتفرجوا على دبي من فوق، أو فيكن تروحوا على ميلت جي بي آر وتتفرجوا على العين. هلأ رح نرجع على داونتاون، أخذكن على سيتي ووك، منطقة سكنية وفيها مطاعم وكوفي شوبس. واللي بحب الأرت عندكن كتير إشياء تتفرج عليها مثل جرافيتيز على الحيطان، أو عندكن سكولبتشر كمان كتير حلوين.
مشروع تاني قريب منه وهو لامير. لامير عندكم البحر يلي فيكن تقعدوا وتتشمسوا، أو فيكن تقعدوا بالمطاعم وبالكوفي شوبس، وكمان عندكم مناطق كتير حلوة للأطفال يلي عنده أطفال وحابب يخدهم ويسليهم. نيموا الأطفال وتعوا نغير شوية جو بدي اي اف سي، منطقة بتعج بالمطاعم والفنادق، وما فيكن ما تجوا على دبي وما تسهروا بدي اي اف سي. دبي بتقدم كتير اشياء، ومؤخرا قدمت اجمل مبنى بالعالم وهو متحف المستقبل. هالمبنى الرائع من جوا ومن برا ما رح نحكي كتير عنه، لانه بالبارت التاني رح تعرفوا ليه. خلوكم معنا من The Traveler مع زياد.